واهم شيء هاي الحكاكه هاي انا اموت عليها. القيمه النجفيه المعروف عنها كانت بس بمحرم وبصفر، لان الشهرين بالسنه ياكلون القيمه النجفيه. الان خليناها مستمره على طول السنه، لحم عجل خالص وحمص تركي درجه اولى والتمن محمود ارقى تمن نشتغله، حد بيها كل مطعم، ما حد يقدر يسوي القيمه مالتنا. وصلنا لمرحلة نجرب طعم هاي القيمة العظيمة، وأنا حالياً موجود بالمطبخ، ما قعدت في المطعم لأن الريحة اللي هنا الموجودة ما خلتني أطلع أصلاً من المطبخ. شوفون خلفي الدورة والولد جاي يطبخون. مطعم مستمر بالليل وبالنهار يقدم هاي القيمة النجفية. شوفها شلونها، خلينا نجرب الطعم، وأهم شيء هاي الحكاكة هاي أنا أموت عليها. صدق هاي القيمة النجفية الأصلية اللي الكل يتمنى ياكل هيج قيمة، ما تخسر شيء، مجرد انه تجي للنجف اتعب شوية، واذا ما عندك سيارة قل له اركب تاكسي، قل له وديني المطعم طارق ابو القيمة، هو راح يجيبك لهنا قبل مباشرة تنزل الصينية هاي. خلوني خلاكل واكمل هاي القيمة ونحول لأكلة ثانية.